في حدا حط اخي عبد الرحيم اسئله اشي على المباشر؟ في واحد من الجزائر بس مش لك يا تعريفات اول بس بقول لك انه معه جنسيه اوروبيه بس بقول شيء جاي يزور الاقصى بسبب المعاهده العربيه يعني حرموها. شو موقف الاسلام من هذا الحكي؟ معه جنسيه اوروبيه بس بده يجي يزور الاقصى بس هو خجلان انه المعاهده العربيه بتحرم التطبيق. يعني حكم زيارة المسجد الأقصى للمغتربين مع إمكانية إنه هو يجي. طيب بنعيد السؤال إخواني بطريقة، الله يجزيك الخير، مش مشكلة. بنعيد السؤال، يعني في أحد الإخوان يسأل إنه أنا أستطيع يعني جزائري يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى وزيارته لأنه معه جواز سفر أجنبي يمكنه من الوصول وزيارة المسجد الأقصى خلال هذا أو من خلال هذا الجواز. ما الحكم الشرعي في زيارة المسجد الأقصى؟ يعني أول شيء إخواني بدنا نتطلع، هذا الموضوع له إيش؟ وجهين، مش وجه واحد، وجهين. الوجه الأولاني وجه التطبيع، والوجه الثاني إيش؟ وجه الزيارة. وجه الزيارة، أول شيء نجي لوجه الزيارة من ناحية شرعية، ونأتي بحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما كان يتكلم أو سألت أم ميمونة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أفتنا في بيت المقدس يا رسول الله، تسأله عن بيت المقدس، شو بقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة. يعني ائتوه، هون شو بتيجي؟ فعل أمر، فعل أمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر كل مسلم أن يأتي ويصلي في المسجد الأقصى. طبعا هون إخوان يفعل الأمر يحمل، لو بدنا ناخده على الأقل بدنا ناخده مرة في الحياة، يعني على الأقل مرة في الحياة بحياتك إنك تيجي للمسجد الأقصى. لو جيت مرة واحدة بحياتك شو بتكون؟ بتكون حققت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ائتوه فصلوا فيه، لأنه ما قال ائتوه كل عام، ولا قال أتوه مرة كل 10 سنين، ولا أتوه كل مثلا كل أسبوع، ولا قال أتوه كل ما استطعتم. شو قال؟ أتوه، يعني تحمل على الأقل إنها إيش؟ مرة واحدة في الحياة. هلا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني أم ميمونة تسأل الرسول أرأيت يا رسول الله إن لم أستطع أن أتحمل إلي، يعني إذا كان في سبب يمنعني من الوصول إلى المسجد الأقصى فماذا أفعل؟ فشو قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال فتهدي له زيتا يسرج في قناديله، فإن فعلت فكأنما صليت فيه، يعني فمن فعل ذلك فكأنما صلى فيه. يعني اللي ما بيقدر انه يجي للمسجد الأقصى لأي سبب يمنعه انه هو يوصل، مش المانع المادي، لأنه لو قلنا المانع المادي شو معناه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عنده الإمكانية المادية ولكن في مانع، سبب تاني يحشر عن ايش؟ عن زيارة المسجد الأقصى، والقدرة المادية موجودة. فشو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه بقولنا بتحسب قديش مقدار زيارتك للمسجد الأقصى راح تكلفك روحة وجلوس ورجعة، قديش بتكلفك؟ مثلا 500 دولار، 1000 دولار، 1500 دولار، بتقدرها يعني في قدرتك اللي انت بتحسبها. وشو بتسوي؟ ترسلها لإيش؟ للمسجد الأقصى، يستفيد منها أهلها ومرابطيها، وتقام على خدمة المسجد نفسه، فمن فعل ذلك فكأنما صلى فيه. هذا إيش؟ من ناحية إيش؟ من ناحية شرعية، لما تكون الظروف مواتية للدخول المسجد الأقصى دون حدوث ضرر. ولكن في وضعنا الحالي إحنا اليوم شو بنقول؟ بنقول إنه اللي بده يجي من برا على سبيل المثال بده يصرف له 1000-1500 دولار مثلا، قدرنا يعني كل واحد بيقدر يحسبها من شأته، هو حاسب انه بده يصرف له 1500 دولار في رحلته. نيجي نسأل هذا السؤال، هذا المبلغ اللي انت بدك تصرفه عشان تيجي للمسجد الأقصى كعملية توزيع تقديرية، قديش منه راح يروح للمسلمين وقديش منه راح يروح لغيرهم؟ هذا السؤال شو راح نلاحظ؟ انه يمكن بدناش نقول 5%، يمكن 20% راح يروح على شقة المسلمين، و 80% فين راح يروح؟ على الشقة الثانية. بنقول هل هذا التوزيع
عادل، انت شايف انه هذا التوزيع عادل؟ اذا انت شايف هذا التوزيع عادل بقول لك انت وشأنك، ما بقدر اجبرك بدك تيجي ومصمم ومقرر انك بدك تيجي، هذا موضوع لك. ولكن انا بشوف، انا اللي بشوفه الافضل في مثل هيك الظروف، بدل ما تتوزع الامور بين فلان وعلان، بين خير وبين شر، وممكن في الشر تستخدم لامور تؤذي الخير او تضر الخير، انه اذا انت بعت كل المبلغ لا شقه الخير، شو بكون؟ بكون افضل، وانت عند الله عز وجل معذور، ما في عليك ايش لوم، كانك فمن فعل ذلك فكانما صلى فيه، كانك جيت وصليت في المسجد الاقصى، ولكن بهذه المعادله شو سويت انت؟ انت فدت الاسلام والمسلمين، وقمت على عماره وخدمه المسجد الاقصى بشكل لا يضر في اي شيء من الامور اللي احنا بنشوفها حاليا. فانا اعتقد ولا اغلق الابواب اخواني، اعتقد انه ارسال قيمه زيارتك لاهل المسجد الاقصى ومرابطيه افضل من زيارتك للمسجد الاقصى في هذه الاوقات العصيبه والصعبه. في هذا عنده اي سؤال اخر اخي عبد الرحيم؟